على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. ميه ميه اوام، ميه ميه ميه. سلام خد رايك. فوائد فوائد اوام فوائد. ايه ده؟ ميه؟ لا لا لا، دي مش ميه. اللي بقى ده ميه بس طالعه منه كلونيا. يا ساتر، سيفون وانكسر، سيفون وانكسر. ما هو يوم اسود زي يوم اسود ومزحلق. كل واحد يروح يشوف شغله. يلا حضر ساعتك. مشي الواد ده من هنا. امشي امشي امشي، ما تشغلش فيا، انا متربب لناس. امشي، انا خدت منك حاجه لغدته القرعه تاخده مصاعب. امشي امشي. استنى بس. لا امشي. لا معلش، حاك عليا. طب يسخط فيا. لا لا ما تزعلش يا راجل. والله يا راجل لو كده وبتاع، ده انت راجل كويس. اوه استنى بس، بقول لك يا سعاده الباشا. نعم. اتأنى عليه شويه، محدش هيشيل سنه السجن بدالك الا هو. هو ده؟ ايوه. يعني دونا عن الناس كلها جبت لي ده؟ ايه ده ماله؟ ده واد كده فهمته؟ اه ده واد ذكي جدا. طب وريني. ده واد 100 100. بص حتى بقول لك يا معروف. ايوه. قول لسعاده البيه انت جاي هنا ليه؟ لا انا اقول له. ايوه انا اقول له، بس ما تزعلش انت. عيني. شوف يا سعاده البيه. ايوه. الجدع ده خدعني وغشني. ازاي؟ وعدني انه هيعيشني في الهنا، اتاري الموضوع في سجن السنه. اه كويس قوي، يبقى انت فاهمه. بدل عرف سجن سنه يبقى انت فاهمه. استغل حاجتي وظروف الصعبه يا سعاده البيه. انت ظروفك صعبه يا ابني؟ ايوه ظروفي صعبه. ايوه ظروفي صعبه يا سعاده البيه. بصراحه ظروفي صعبه. ايوه. قاعد انا وامي في اوضه فوق السطوح. امي يا بيت. امي قالت لي يا ابني اجتهد. قعدت اذاكر. طبعا. اذاكر واصرف على امي. خلاص يا ابني. قعدت اذاكر وخدت الاعداديه. كويس يا ابني. والثانويه العايمه. عايمه؟ هم عيموها؟ العامه. العاميه. عاميه. وخدت الشهاده الكبيره. كويس يا ابني. انا خدت الشهاده الكبيره ورحت لامي قلت لها الشهاده يا امي. زغرتت من فرحتها تشل. الله الله الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بعد شويه انا دهيت بقت لي. يعني ايه كده؟ رحت سالتها قالوا لي انت بتقول لك روح شوف بقى التعيين بالشهاده. اه كل ما اروح اسال على التعيين يقولوا لي لسه بنعين دفعه 19. لا نهار مش فايق. دفعه سنه 19؟ اه بتاعت سعد زغلول. سعد زغلول باشا؟ لا سعد زغلول محمدين كان ساكن ورايا. اه وبعدين حتى اللي تعينوا المرتب ما يكفيش يومين، ده يرضي مين يا مؤمنين؟ شوف يا ابني انت باين عليك طيب يا ابني، اسمعها مني نصيحه. ايوه. عشان تاخد حقك في الزمان ده لازم تشاكس. المشاكس لا يعاكس. حتى لو شاكست وتعينت المرتب 90 جنيه يا اخوانا، يكفوا ايه ولا ايه؟ وبعدين اقل شقه الايام دي بحوالي 90 100 الف جنيه. اه الشاب يعمل ايه؟ الشاب عمل اللي عليه 16 سنه يدرس وبعدين خلاص. خلاص يعني ايه؟ يعني شاب وبقى في سن خطر. ايه؟ يعني كفاية دراسة بقى. آه. عاوز ايه؟ شاب وتعبان. ايه. طيب. الشاب عمل اللي عليه وذاكر. ايوة يا ابني اتكلم من بعيد. طيب انا سامع. ابو العروسة بقى. ايوة كلمني عن ابو العروسة عشان انا عندي عروسة على وش جواز بنتي. ابو العروسة بقى الرجل معفن. يطلب 10,000 جنيه من الشاب مهر. ده على الاقل انا اطلب 50,000 جنيه. طبعا طبعا يا سيدي، كل واحد مخلف بنت بيتحكم فيها طبعا، والشباب غلبان. مهم الشاب عشان يتصرف وما ينحرفش عمل جمعيه وجاب 10,000 واداهم لابو العروس. يقوم الراجل يجيب اوضتين بس. كويس. على قد فلوس؟ اوضه سفره والتانيه صالون. طب حلو يا ابني. يعني مش عاوز الواد ينام ابدا. ليه؟ وهم ما جابش اوضه النوم. اه والواد عامل العمليه دي كلها عشان. طب خلاص 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 انا فهمت. شوف يا سعاده البيه. هاي رغم ظروفي الصعبه الاستاذ يقول لي هديك شقه بس بشرط منيل. ايه هو؟ اشيل جريمه على الواحد عملها. يعني ايه؟ يعني اخد سنه سجن عشان اخد الشقه، ده يرضي حد؟
واحد عمل جريمة يخلي واحد تاني غلبان يرتكبها عشان ظروفه. دي أخلاق، دي مبادئ، دي تربية من أصله. يعني اللي يعمل كده مش ده يبقى تربية وطنية، يبقى من بيت وحش. ده لو تدور على أمه. طب خلاص خلاص، انت جايبني واحد يربيني يا عم. مش هتقنع عليه بس يا باشا. انا خدت منك حاجه هرسي. معلش اقعد بس يا معروف وروق كده، اقعد وروق يا معروف. بقول لك ايه، انت ليك الشرف انك تخش السجن بدل سعاده البيت. ماشي الواد ده من هنا يا سعاده الباشا. مش كده، اتقنع عليه شويه، محدش هيحل موضوعك الا هو. ده غبي جدا، ماشي من هنا. اسكت. لا لا، ايه اللي حكايه الغبي دي؟ لا ده انا ارتكب فيها جريمه. يعني ايه؟ ده هم شويه الذكاء اللي انا عايش بيه. انت ذكي؟ هو انا حلت من شويه الذكاء اللي عايش بيهم؟ طيب كويس. كمان دي انا عشان اخلص ضميري قدام ربنا سبحانه وتعالى. اتفضل. همتحنك سؤالين بس في الذكاء. اتفضل. لو نجحت هتستلم الوظيفه بدالي. اه. ما نجحتش يوريني عرض كتافه. اه. اتفقنا؟ اتفضل. السؤال الاول. ايوه. ايه الشيء المدور ولونه اخضر من بره وتشقه بالسكينه تلاقيه احمر من جوه وفيه بذر بنسميه لب؟ يا سلام، هو ده الذكاء. اه. اجي مدوره خضره وتشقها تلاقيها حمراء وفيها لب، واول حرف منها نون. نطيخة. في حاجة اسمها نطيخة؟ من عارف ان اسمها بطيخة، بس يمكن شاريها اخنا في الدنيا نطيخ. بقول لك اول حرف نون. ايه؟ نص بطيخة. خلاص 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 خلاص. كل دي ضحكة؟ اجتني وانا بتهون. السؤال التاني بقى. السؤال التاني. ايوه. وركز معايا. معاك. ايه الحيوان اللي بتشوفه في جنينة الحيوانات وبترميله موز وفول سوداني؟ ارميله موز وفول سوداني. آه. بيبقى في القفص. وبيبقى في القفص احيانا. يعني ايه؟ ايه هو؟ مين؟ مين الحيوان ده؟ مين؟ ما تقول انت. برميله موز وفول سوداني. ايه؟ غلط. لا ايه؟ لا غلط. امال ايه؟ مرات رئيس الحزب. ها تبقى الزرافة. الله بيتجوز زرافة. يلا يا ابني. اه والله بيتجوز زرافة. عامل لك ملحق. يطلع يبوس وينزل يسلم عليها. ايوه. ملحق. ايوه. السؤال الثالث وده اخر فرصة ليك. ايوه. ايه الحيوان ابو اربع رجلين وليه ديل واليف وساعات نربيه في البيوت وبيقول مياو؟ بس غلط. اه. كلب بيتعلم لغات. يعني انا سقطت ولا ايه؟ يلا يا حبيبي مع السلامه.